بما أننا في موسم الرطب والتمر، سأتحدث عن بعض ما جاء عن هذه الثمرة في الكتب التسعة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وأيضا سنن الترمذي من مجموع ما أتى، لما قدم لهم أبو الهيثم الأنصاري الرطب واللحم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام عن الماء الذي شربه والرطب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رطب طيب، وظل بارد، وماء بارد. والله لتسألن عن هذا النعيم، وفي رواية: إن هذا من النعيم الذي ستسألون عنه. ولذلك في مسند الإمام أحمد لما نزلت: ثم لتسألن، قال الزبير: يا رسول الله، وما هو هذا النعيم؟ إنما هو الأسودان التمر والماء. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إن ذلك سيكون. بالنسبة إلى المؤمن ما يسأل سؤال تقريع وتوبيخ، لا، وإنما سؤال تجدد نعم، هل قمتم بشكرها أم لا؟